لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، نحمده حمد الشاكرين ونتوب إليه توبة العائدين، ونصلي ونسلم على النبي الأمي الذي علم المعلمين والمتعلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد، احنا كنا توقفنا في درس ظرف الزمان وظرف المكان، نعرض بعض الأمثلة لنستخلص منها القواعد. مكثت بالإسكندرية شهرا، شارب. احنا عاوزين يعني دائما بنركز على موضع الشاهد في الايه، في الجملة. يعني هنا في الجملة الاولى بنركز على كلمة ايه، كلمة شهرا. نعم، شرب المريض الدواء صباحا. شرب على فكرة او يشرب، او يشرب كله ايه، مش ده مش هيكون مؤثر معنا، لكن الفكرة في كلمة ايه، صباحا. جلست مع صديقي لحظة، توقد المصابيح ليلا. هتلاحظ فروق معينة بين هذه الكلمات في شيء معين واتفاق في شيء اخر، هو ده القواعد اللي احنا نطلع منها في الدرس. الشيء المتفق عليه انها جمع، لا نوصله. اين الشيخ محمد؟ الشيخ محمد العرض يا شيخ احمد على الشاشة بعد اذن، معذرة يا اخوة. يبقى ايه، توقد المصابيح ليلا، تجمع النملة قوتها صيفا. معايا يا شيخ؟ اين الاتفاق واين الاختلاف؟ الاتفاق في ان كل الكلمات دي ايه، منصوبة. والاتفاق ايضا ان كل الكلمات دي بتدل اما على زمان او مكان الايه، او مكان الفعل. لكن هتلاحظ ان مثلا يعني توقد المصابيح ليلا، ده دل على الوقت الذي يوقد فيه الايه، يوقد فيه المصباح. تجمع النملة قوتها صيفا، ايضا الوقت. وخلي بال حضرتك، الوقت ممكن يكون ضيق او واسع، مش ده المعيار، هو الوقت اللي بيقع فيه ايه، اللي بيحوي هذا الفعل. لكن لما المائدة، ليس ممكن يقول تجلس الهرة تحت المائدة في وقت كذا او في وقت كذا، يبقى برضه هنرجع على ايه، مثلا عشاء او ظهرا. لكن الشاهد انا هنا الان لا اتكلم عن الزمن الذي تقضيه الهرة تحت الايه، انا اتكلم عن المكان الذي يقع فيه وقوف الايه، الهرة او مكثها. نام الكلب خلف الباب، يثب اللص فوق السور. السيدات مهذبات، كل اللي فات يا جماعه لا يصح فيه الا ذلك، لازم السيدات مهذبات، لازم زينب مطيع، لابد ان يحدث هذا الايه، هذا التطابق. لكن لما نقول الشجرات مورقات، يجوز ان اقول الشجرات مورقه، يجوز ان اقول ماذا تقول يا شيخ؟ بالضبط. يبقى اذا لما يكون جمع مؤنث سالم لغير العاقل، او جمع تكثير ايضا يدل على المؤنث، في هذه الحاله يجوز ان اخبر عنه، بالضبط، يجوز ان اخبر عنه بالمفرد المؤنث، ويجوز ان اخبر عنه بجمع ايه، بجمع المؤنث السالم. هذا هو ما سنتجده في الايه، في القواعد. من يقرا يا شيخ؟ الخبر الباقي المبتدا في الافراد والتثنيه والجمع والتفكير والتانيث. نعم، هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه، اذا كان المبتدا جمعا لغير عاقل يجوز الاخبار عنه بالجمع او بالمفرد المؤنث. هل هناك اي شيء غير واضح في هذه المساله؟ كل انواع المبتدا والخبر تطابق، الا لما يكون الايه، لما يكون جمع مؤنث لغير العاقل، في هذه الحاله يجوز انك تخبر عنه بالمفرد المؤنث، ويجوز يعني كده لما يكون الجمع غير عاقل، بس بيسقط المطابقه في الايه، في العدد. لو قلنا مثلا، لو قلنا مثلا جمع تكثير يعود على مؤنث، زي مثلا ايه، مثلا الاشجار مورقه، او ممكن مثلا نقول مثلا يعني الكنائس
مغلقات أو أو مغلقة. نعم نعم بالضبط. أنواع الخبر. كلمة مفرد يا مشايخ في اصطلاح النحاة لها عدة معاني. يعني ممكن نقول مفرد زي احنا كنا نقول شوية ايه زينب مطيعة كلاهما ايه ده مفرد، يبقى بيقصد المفرد هنا في الايه ان هو ليس مثنى وليس ايه وليس جمعا. طيب لما يقولوا المنادى قد يكون مفردا وقد يكون ايه بالضبط. يبقى كلمة مفرد هنا معناها ايه في باب المنادى؟ معناها انه مش مضاف ولا هو شبيه، يعني مش يا طالب العلم ولا يا طالبا للعلم، يا رجلا ويا رجل ويا احمد كلاهما ده موجود في ايه هذه النماذج الثلاثه موجوده في ايه في باب المنادى. لكن هنا في باب المبتدا والخبر وكذلك في باب الحال وفي باب الصفه وفي ابواب اخرى بيبقى معنى مفرد ايه ايوه انه ليس جمله ولا شبيها بالايه بالجمله. يعني مثلا لما نقول المؤمنون مخلصون مثلا، نوع الخبر هنا ايه مفرد. مفرد هنا معناه انه ليس جمله وليس ايه شبيها بالجمله. الحركه تقوي العضلات، الحركه مبتدا وتقوي فعل مضارع، والفعل ده طبعا فعل مضارع مرفوع عن ظرف الضمه الايه المقدره، والفعل هي والعضلات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. تقوي العضلات دي محلها الإعراب إيه خبر بالضبط. واضح يا شيخ محمد الكلام كده واضح؟ طيب تمام. أنت أطعت الأمر، أطعت الأمر على فكرة تقدير كده أنت أطعت أنت الأمر، لكن الشاهد ان كلمه اطعت الامر نفس الاعراب بتاع الايه بتاع الجمله الخاص بالجمله الماضيه يكون هنا ايضا. انت اطعت الامر، كلمه اطعت الامر فعل، يعني فعل وفاعل ومفعول، وهذا في كل الجمله في محل ايه في محل رفع خبر. نعم انت ده ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وكلمه اطعت الامر جمله عباره عن فعل وفاعل مستتر ومفعول به، وهذه الجملة في محل رفع ايه في محل رفع خبر. يعني عاوزين نقول ان الخبر هنا مش انت مطيع. الخبر زي ما ينفع ان كلمة انت دي نأتي لها بخبر مفرد، يصح ايضا ان نأتي لها بخبر ايه بخبر الجملة. نعم نعم انت اطعت صح جزاك الله خيرا. نعم التاء الفعل هنا ضمير رفع بارز متصل. نعم جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. يبقى ايه هتبقى التاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فعل جزاك الله خيرا. نعم يبقى انت اطعت الامر. الامر سيختلف فين؟ النجاة في الصدق. النجاة في الصدق اين الخبر؟ هو في الصدق ده جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ هذا شبه جملة. نعم المتنزه امام البيت شبه جملة بس ايه بس مش جر ومجرور، ظرف. وممكن يكون ظرف مكان زي امام البيت، وممكن يكون ظرف زمان. عاوز حد من حضراتكم يلاحظ شيئا على هذه الامثله، نقصا في هذه الامثله، نقصا في هذه الامثله. الله يبارك لك. لم ياتي لا مثلا ممكن ايه مثلا يعني الصادق يعني بس انا عديتها يعني ماشي. المهذب اصدقاؤه كثيرون، يبقى كده هتجد معك ممكن يكون الخبر مفرد، والمفرد ده على فكره ممكن يكون يعني مثلا المؤمن مخلص، المؤمنان مخلصان، المؤمنتان مخلصتان، المؤمنات مخلصات، المؤمنون مخلصون، كل ده خبر ايه مفرد. وممكن يكون جمله فعليه، ممكن يكون جمله اسميه، وممكن يكون شبه جمله، وشبه جمله ده قد يكون جرا ومجرورا او ظرف زمان او ظرف مكان. نعم المتنزه امام البيت. نعم امام تعرب ظرف زمان منصوب وعلام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحه، والبيت مضاف اليه، والظرف والمضاف اليه شبه جمله في محل رفع ايه في محل رفع خبر. ممكن نرجع نقول امام مضاف واللي بعدها مضاف اليه. نعم
أمام مضاف والبيت مضاف إليه. نعم. من يقرأ القواعد يا مشايخ؟ القواعد: كما يكون الخبر جملة مفردة يكون جملة فعلية أو جملة اسمية. ما تقطعش يا شيخنا الهمزة بتاع اسمية بعد إذنك. أو جملة اسمية. نعم. أو شبه جملة أو ظرفا أو جارا. لا مش هيبقى أو ظرفا بقى. أو شبه جملة. أي نعم. بارك الله فيك. يجب أن تشتمل. لماذا لم يعني نحن غفلنا عن تطبيق هذا على الإيه؟ على الأمثلة. نعود إلى تطبيق الجزء الثاني من القاعدة هو اشتمال جملة الخبر على إيه؟ على ضمير. وهنا إحنا نتكلم في لما يكون الخبر جملة. لكن لما يكون الخبر شبه جملة دي هتبقى مسألة تانية هنتناولها إن شاء الله في مستوى آخر من مستويات النحو. معايا يا شيخ؟ إحنا نطبق الآن فقط على الجملة فقط. المطابقة بتكون بين الخبر المفرد وبين المبتدأ المفرد. وزي كما بقول لحضرتك ايه؟ المؤمن مخلص، المؤمنة مخلصة. لكن لما هيكون الخبر جملة احنا بنتكلم في المطابقة دي بنتكلم في ضمير مطابق للخبر يعود عليه. وده الجزء الثاني من الايه؟ صح كده يا شيخ ولا ايه؟ اللي احنا رجعنا ايه يعني تاخرنا للشريحه السابقه عشان خاطرنا ايه نطبق. فبنقول ايه؟ الحركه تقوي الجسم. اين الضمير العائد على كلمه الحركه هنا؟ ضمير مصدر تقديره. هي دي في مطابقه بينها وبين الحركه ولا فيش؟ انت اقطعت، اين الضمير؟ تاء الخطاب تطابق اي تطابق انت كلاهما للمفرد المخاطب المذكر. مثال الهاء. نعم. في أصدقائه الهاء مطابقة للمؤنث. بالضبط بالضبط. المهذب أصدقائه كثير. مثلا الأقلام كثيرة. فهنا الأقلام ده جمع بس لا يدل على التأنيث. كثيرة هنا مؤنثة. بالله لحضرتك الأقلام ما هي كلمة الأقلام مؤنثة حتى وإن كان مفردها مذكر. أنت بتقول هذا أقلام؟ هل يصح هذا؟ وإحنا اتفقنا إن اللغة العربية بتعامل الجنس المحايد معامله ايه؟ بحسب ايه؟ ما تم يعني ما تم التعاون يعني لما المتنبي يقول ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. ده راجع لحاجه ثانيه. التذكير والتأنيث هنا راجع ايه؟ فكلمه اقلام دي مؤنثه ولكن هنا بيسمى تأنيث ايه؟ تأنيثا مجازيا. يجب أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يربطها بالمبتدا. نعم. أيضا أنواع الخبر بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لكان وأخواتها وبالنسبة لإن وأخواتها نفس الكلام اللي قلناه في الخبر والمبتدا. أيضا لأن هي كان وأخواتها إنما تدخل على الجملة الإسمية. وإن أخواتها إنما تدخل على الجملة الإسمية أيضا. بس لا يختلف إيه؟ إن المبتدأ سيكون اسم لإن والخبر سيكون خبر لإن واسم إن هيكون هذا منصوب وخبرها مرفوع والعكس مع كان. كان المريض يتألم. هنا يعني سنلاحظ عدة أشياء. عاوزين ننتبه إلى الناسخ نفسه وعاوزين ننتبه إلى نوع الخبر اللي مع الناسخ وعاوزين ننتبه إلى الضمير العائد على الإيه؟ على اسم كان أو على اسم إن. كان المريض يتألم. الناسخ هنا كان وخبر كان هو يتألم. يتألم دي عبارة عن إيه؟ جملة فعلية. مع بتقول جملة زي كلمة يتألم بس ما هو الفاعل ضمير مصدر تقديره إيه؟ تقديره هو ده عائد على مين؟ مطابق للإيه؟ مطابق للمريض. أصبح الورد رائحته جميلة. أين الخبر هنا؟ رائحته جميلة. خبر جملة اسمية. أين الناسخ؟ أصبح. يبقى كان أو أخوات كان. ده اللي يستفاد من هذا الإيه؟ من هذا المثال. أين الضمير العائد؟ رائحته تعود إلى ماذا؟ إلى الورد. نعم. إن الحياء من الإيمان. هنا بقى انتقلنا يعني في اللي فات جبنا الأمثلة اللي فاتت أفادت معنا عدة أشياء. ان كان واخوات كان وجمله فعليه وجمله اسميه وضمير عائد
لكن المثال الحالي إن الحياء من الإيمان يفيدنا إن ممكن يكون خبر الناسخ إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن شبه جملة جار ومجرور. لعل المبراتة فوق الكرسي، هنا الخبر ما هو؟ شبه جملة ولكن إيه؟ ظرف مكان. لو قلنا مثلا كنا من الراحة بعد التعب، لو قلنا إن الراحة بعد التعب، يبقى سيكون أيضا خبر الناسخ هنا عبارة عن ظرف إيه؟ عبارة عن ظرف زمان. القواعد يا مشايخ. خبر كان وأخواتها. مع ان انت بتقول كان يا سيدنا، بنقول كان وعليها فتحة، ولما جينا نعطف قلنا ايه؟ وأخواتها. ليه يا جمال؟ ان كان هنا على سبيل الحكاية، انت بتحكيها كلها كده بلفظ خبر كان، لان مش هنقول مش هتحط لها كسرة زي دي، ده على سبيل الحكاية. لكن لما دي كلمة لا تعرب كذا، يبقى نقول ايه؟ لو قلنا بقى كان وأخواتها كجملة كلها على الحكاية، ده يبقى شيء آخر. لكن المفروض خبر كان وأخواتها. نعم، عشان كان ثابت على طول. بالضبط، احنا بنحكيها بدحكة كده، ده الحكاية. حتى ممكن يكون حد اسمه عبد الله وأحكي اسمه على هذا النحو، أو أبو فلان أو ابن فلان أذكره على سبيل الحكاية، واللي يأتي بعده أتعامل معه كأن الأول هذا معرب، يعني كأن الحكاية دي بناء، بتاخدوا الجملة كده على بعضها مبنية يعني. اتفضل يا شيخ. خبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها كما يكون كل منهما، كما يكون كل منهما مفردا يكون جملة فعلية. نعم، جملة اسمية وجملة اسمية وشبه جملة. نعم نعم، لا أسمع. صفحة كمان سيدنا بليه بس لا. أصبح الورد رائحة لا أنا بس عشان أفهم السؤال، أنت حضرتك بتقول أصبح الورد رائحته جميلة، كنت عاوز حضرتك تقول رائحته جميلة، صح كده؟ لأن يا شيخ الجملة على بعضها هي الخبر، فأنت حضرتك بتقلب رائحة مبتدأ مرفوع والهاء مضاف إليه وجميلة خبر وكلهم مرفوع، وهم دول كلهم الجملة الإسمية اللي مبتدأ وخبر دي في محل نصب خبر، أصبح في محل نصب. لما يكون الخبر جملة إسمية هنعربه إعراب عادي خالص، مبتدأ وخبر زي ما عربنا الفعل والفعل كده، بتعرب تقوي الجسم، تقوي فعل مضارع مرفوع على مضارع في الضمة المقدرة، والجسم مفعول به والفعل مسر هو، والجملة الفعلية دي من الفعل والفعل والمفعول كلها في محل رفع كذا أو في محل نصب كذا بحسب. فكلمة رائحته جميلة كلها جملة اسمية بتعرب إعراب مستقل تماما، وبعد كده تبقى في محل نصب خبر أصبح. تمام؟ تفضل يا شيخ. الفتحه اللي بيسال عليها الشيخ والفتحتين لا تظهر الا على الخبر المفرد، كل انواع الخبر الاخرى لها قاعده في الاعراب. صحيح نبحث عنها الا في الخبر المفرد. بالضبط زي ما بنبحث لا نبحث عن التطابق اللي هو في النوع والعدد الا في الخبر المفرد برضه، لكن في الخبر الجمله بنبحث عن التطابق في الضمير. وخلي بالك حتى في شبه الجمله سواء كان ظرف او جر فيه تطابق وفيه ضمير، بس دي في هذا سيكون في مرحله ايه بيسموه متعلق الخبر ان شاء الله سنتناوله في مرحله تاليه من النحو باذن الله. طبعا كلمه انواع الخبر دي بس جايه ايه جايه زاده من الشيخ سعد معذره والله، لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول مواضع فتح همزه ان. عاوزين نلاحظ الايه، وانا بقول يا جماعه دايما والله حفظ قواعد النحو ليست بالامر الهين، احنا عاوزين نفهم قواعد النحو وندرك اللغه. وسبحان الله تجد انت ممكن لما تتامل في الامثله وتحاول تستنبط انت القاعده بنفسك وتذهب اليها، ما خلاص الوضع كده ايه. فاحنا بنقول ايه نعرض هذه الامثله ونحاول ان نستشف منها القواعد الايه المطلوبه. يعني يسرني انك مطيع، هنا فتحت همزه ان ام كسرت؟ طب انا ليه بعد كده قلت لك يسرني اطاعتك؟ انا بقول كده ليه؟ عاوز اقول لك إن كلمة أنك مطيع تساوي إطاعتك، وأنه مطيع تساوي إطاعته،
وأنها مطيعة تساوي إطاعتها. عاوز أقول إن أن واسمها وخبرها ممكن يكون مقامها الإيه؟ المصدر. هي كلمة إطاعة دي مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم آلة؟ الإطاعة أطاع يطيع إطاعة، يبقى أنك مطيع يقوم مقامها بالضبط كلمة إيه؟ إطاعة. إطاعة هنا إعرابها إيه؟ يسرني إطاعتك. فاعل، حد يقول فاعل إزاي؟ أمال فين المفعول بها مشايخ؟ الياء، لأن الإطاعة هي اللي بتسرنا، بس مش عشان مثلا ما الياء جاية في الفعل يسرني، لا، هي فعلا التصقت بالفعل وهي في محل نصب مفعول به، وإطاعة هي الإيه؟ هي الفاعل. طيب يسرني إطاعتك، أتمنى أن القمر طالع. أتمنى أن القمر طالع، وبعد كده قلت لك أتمنى إيه؟ أنا ليه قلت لحضرتك كلمة طلوع؟ عشان أقول لك أن القمر طالع يساوي بالضبط إيه؟ طلوع القمر. يبقى إذا طلع يطلع طلوعا، يعني إيه طلوع دي؟ يبقى الطلوع دي إيه؟ مصدر. فيصبح إن كلمة أن القمر طلع، أن ومعها القمر ومعها طالع سواها الإيه؟ سواها المصدر، ويقع في نفس إعرابها ويعرب نفس إعرابها وكذا. إعرابه هنا إيه؟ في محل نصب مفعول به؟ لا، يسرني أن القمر طلع برضه فاعل، فاعل أيضا. الثانية عشان أن القمر طالع، أتمنى أن القمر طالع. معذرة، يسرني، لا ده احنا هيبقى أتمنى، يبقى فعلا جزاك الله خيرا، تبقى إيه؟ معذرة والله. حضراتكم ترون الإيه؟ ترون الأمثلة وأنا أسمعها، فأنا خلاص المثال اللي احنا عديناه بيبقى خلاص اتمسح من عندي خلاص، إن ما كناش بقى نرجع له إيه؟ ونسمعه عبر الإيه؟ عبر الجهاز يعني. فحضراتكم جزاكم الله خير، خليكم كده ايه مركزين معايا يعني ان شاء الله. نعم نعم. كل المواضع يا جماعه اللي احنا بنذكرها دي يكون الهمزه فيها مفتوحه. الموضوع يعني هيجي بعد كده، ان انا عاوز اقول طالما ان الـ ان الـ ان 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 واسمها وخبرها ينفع يتحط مكانها مصدر، يبقى نعمل لها ايه؟ نفتحها. وعاوز اقول لحضرتك ان ممكن المصدر ده يجي مفعول به، زي اتمنى، انا بتمنى ايه؟ اتمنى انا طلوع القمر، صح كده ولا ايه؟ يبقى اتمنى ان القمر طالع. يسرني طلوع القمر، لو هنا على طلوع القمر يبقى يسرني ان القمر ايه؟ طالع. وهمزه ان نفتح لسد مصدري، ما سدها وفي سوى ذاك اكسري. طالما هتنفع هي واسمها وخبرها يبقى مكانهم كلمه مفرده يعني، يبقى هتبقى مفتوحه. الكلمه المفرده دي لازم يكون لها اعراب في الجمله، يا اما تكون مبتدا، يا اما تكون مبتدا، يا اما تكون فاعل، يا اما تكون مفعول، يا اما تكون غير ذلك من الايه، من الاشياء يعني. علمت ان القطار متحرك، وقلت لحضرتك بعدها علمت ايه؟ تحرك القطار. عاوز اقول لك حاجتين، عاوز اقول لك ان كلمه ان القطار متحرك دي مصدر مؤول يساوي كلمه تحرك، وعاوز اقول لحضرتك حاجه تانية، ان اعراب كلمه تحرك دي هو اعراب ايه؟ هو اعراب ان القمر متحرك. يبقى اذا ان القمر متحرك هنا تعرب ايه؟ تعرب مفعول به. انا علمت هذا الايه؟ طبعا علم هنا بتنصب مفعول، ما سد مفعوليه علم. نعم قول مفعوليه اللي علم سد، ما سد مفعوليه يعني تكون الخبر بالضبط بالضبط. بس العلم عرفان وظني، تهمه تعديه لواحد ايه؟ ملتزمه. نعم. أعطيته لأنه فقير، أعطيته لفقره. عاوز حضراتكم ما تقولوا ماذا نستفيد من هذا المثال؟ معلش، المثال اللي علمت تحرك القطار يبقى مضاف إليه، صح؟ القطار، ما هو بص حضرتك لازم الـ 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 المصدر ده يتم بحاجة مطابقة للضمير اللي موجود فيه، أو للكلام اللي موجود في الجملة. ولذلك أنت لو حضرتك رجعنا كده عليهم مثلا من بدايته، يسرني انك مطيع، حصل ايه؟ حصل ان في ضمير، ان اسم، ان ضمير، لازم الضمير ده يجي مع الاطاعه. اما الاطاعه دي هتنسب لمين؟ ما هي زي ما نسبت ل يعني زي ما الخبر نسب للمبتدا في جمله ان، او في عباره ان، لابد ان ينسب ايضا في الاطاعه. الاطاعه دي لازم تنسب لحد، فتنسب للضمير اللي موجود في ايه؟ في انك. اتمنى ان القمر طالع،
هنا الـ أن القمر طالع، وكلمة القمر دي اللي هي نسبة إليها الطلوع، لازم الطلوع ينصب للقمر برضو، فهتيجي إيه؟ مضاف ومضاف إليه وهكذا. نعم؟ لا أسمع. عاوز تعرف يسرني أنك مطيع. تمام. يسر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والنون للوقاية. يعني ايه يا جماعه النون للوقايه؟ اللغه دي يا جماعه لغه عجيبه، لغه شريفه، لغه دقيقه جدا. قالت لك الفعل لا يجر، فلما تجيب يعني ياء المتكلم، يتعودنا دائما ان ياء المتكلم ما قبلها مكسور. نعم نعم، جزاك الله خيرا. فبنقول ايه؟ يبقى نون الوقايه دي تقي الفعل من الايه؟ من الكسر. دي لا محل لها من الاعراب. يسرني النون للوقاية، والياء دي ضمير مبني على السكون في محل ايه يا شيخ محمد؟ عاوز الشيخ محمد يقول مفعول به. ليه مفعول به؟ مع ان هي اللي جايه في الاول، لان هي اللي وقع عليها الفعل. صح كده ولا ايه؟ يبقى كنا بنقول يسروني ايه؟ انك مطيع. كلمه انك مطيع او كلمه اطاعتك دي هي اللي فعلت السرور، هي اللي تسببت فيه. ايه اللي فعلته؟ يبقى الفعل بتاعه. يبقى انك مطيع، ان حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، ومطيع خبر أن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وكلمة أنك مطيع أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. أعطيته لأنه فقير، وأعطيته لفقره. عاوزين نقول إيه؟ عاوزين ان كلمة فقره وقعت مكان ايه؟ لانه كلمة وقعت موقع انه فقير، وكلما جاء بعد لام الايه؟ جاء بعد لام الجر. اعطيته لانه فقير، اعطيته لانه فقير. من يقرأ يا مشايخ؟ من اللي عليه الدور في القراءة؟ تفتح همزة أن إذا، يا مولانا جمد قلبك يا مولانا. تفتح همزة أن إذا حلت هي واسمها، هي واسمها، واسمها وخبرها محل المصدر، محل المصدر. لا هو ده خطأ بقى مطبعي. إذا حلت هي محله. نعم. المصدر المكون من أن واسمها، من أن واسمها، يكون المصدر المؤول فاعلا ومفعولا به ونائب فاعل ومجرورا بحرف جر. ما ركزتش معك يا باشا. تاني كده يا شيخ. المصدر المكون من ان واسمها وخبرها، نعم، يسمى بالمصدر المؤول. نعم. يكون المصدر المؤول فاعلا ومفعولا به ونائب فاعل ومجرورا بحرف جر. نعم. بحرف جر. نعم. هنا بقى من باب الشيء بالشيء يذكر، جاء بهذا الايه الدرس اللي هو ان والفعل الايه؟ والفعل المضارع. يسرني أن تصدق، هتساوي إيه؟ يسرني إيه؟ صدقك. يبقى كلمة أن تصدق هنا سوت إيه؟ بس أن تصدق دي ما فيهاش الإيه؟ ما فيهاش الكاف يعني، صح ولا غلط؟ ما إحنا قلنا لازم، أصل ده مفرد ولازم ينسب إلى المنسوب إليه في الإيه؟ في الجملة، لأن الجملة بتقوم فيها إيه؟ فهنا هنحط الضمير اللي هو أن تصدق، تقدير كام؟ أنت، عشان تجيب ضمير خطاب يتحط في الاسم ما يبقاش انت، لان انت دي ضمير رفع، لازم تجيب ضمير ايه؟ ضمير جر. معايا يا مشايخ في الكلام ده؟ فهتبقى ايه؟ يسرني صدقك، هيبقى كاف الخطاب هنا تقوم مقام ايه؟ مقام انت. ويبقى صدقك دي في محل رفع فاعل، صدقك دي هتبقى فاعل، وبالضبط ان تصدق هتبقى في محل رفع ايه؟ فاعل. وطبعا هنعربه اعراب عادي خالص، ان حرف مصدري، وتصدق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع إيه؟ في محل رفع فاعل. يخاف
أن ينقص النيل. يخاف معلش كان دكتور حد معلش أن هنا اسم حرف مصدر نعم مبني على السكون آه دائما كل أن اللي تدخل على الفعل المضارع كده وتنصب هذا هي كده هي أن هي ناصبة ولا مش مقدر ناصب لا لا هنا أن هي ده هي أن هي أن أصلا اللي بتقدر عارف حضراتكم ما قدروا ليه بعد أن لا لا ده هي ده هم دايما بيقدروا أن ليه لأن معظم الحاجات اللي بيقدروا بعدها أن دي حروف جر أصلا في علم النحاء أن حروف جر وحروف الجر ما بتدخلش على الأفعال قال لك ده فيه هنا أن مقدرة عشان أنهم دخلت عليه كده يبقى اسم فيبقى دخل حرف جر أصلا على اسم على كلام في تأويلي اسم نعم الف القاعده دي نعم الف القاعده اللي قلناها المره اللي فاتت اللي هي ايه ان الحروف بتنصب تنصب بنفسها يعني ان الحروف بتنصب لوحديها من غير طب ما احنا قلنا ليه المره اللي انا بقول دلوقتي حضراتكم لماذا قدروا ده انا بشرح وجهه نظرهم واحنا رجحنا الكلام اللي رجح شيخ المثيمين اللي هو راي الايه راي الكوفيين راي الكوفي اللي هو الاسهل لكن احنا بنقول دلوقتي يعني لماذا قال البصريون ذلك ولا تتخيل ابدا ان راي البصريين هذا خطأ ليس خطا والله ده كلام بيدلك فعلا على دقه اللغه وعلى وبتحتاجه في اماكن اخرى على فكره في بعض المواضع كلام الكوفيين بيعجز فيها لو هتطبق بنفس الطرق بيعجز عن تفسير البراعه والايه والدقه التي هي موجوده في الايه في اللغه العربيه يعني يخاف ان ينقص النيل عاوز حد هنا يلاحظ شيئا ملفتا للنظر بالضبط مبني المجهول يبقى هيتعرف بعده ايه نائب فعل بالضبط يخاف ان ينقص النيل يخاف نقصان او نقص النيل فهتجد ايه الكلمه مضمومه وبعدها يبقى كلمه النيل مضاف الى لابد ان ينصب النقصان الى الايه الى النيل لكن كلمه النيل في كلمه يخاف ان ينقص اعرابها ايه ان ينقص النيل النيل فاعل لكن هنا هتبقى ايه ستكون مضافا اليه يبقى سبحان الله النيل فاعل وقعت في جمله الجمله دي في محل ايه رفع مش رفع فاعل بقى في محل رفع نائب فاعل معايا مشايخ يبقى كلمه لو هنعرف كده يخافوا فعل مضارع طبعا مبني للمجهول دي مش في الاعراب دي في تبع الصرف وبعدين قلنا هنقول مبني لما يسمى ايه فاعله او مبني لغير الفاعل يبقى يخافوا فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره ان حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الاعراب ينقص فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه الفتحه الظاهره النيل فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر في محل رفع ايه نائب فاعل ان تفعل الواجب خير لك ان تفعل الواجب لما نحب نقولها بمفرد يبقى ايه فعلك الواجب الله ده كلمه الواجب فضلت برضه هنا منصوبه مع ان فعلك لان هنا المصدر اضيف الى ايه الى فاعل هو انت لازم وانت حضرتك بتصوغ لابد ان ينسب اللي هو منسوب ليه في المصدر لابد ان ينسب له في الايه في المصدر الصريح ينسب له في المصدر المؤول يعني بيبقى باختلاف بقى صيغه حضرتك للجمله يعني لكن هنا الشاهد الاخر هنا مع يعني مع فكره التوافق اللي احنا عملناه ومع فكره ان كلمه أن تفعل الواجب تساوي فعلك الواجب في هنا شيء آخر نريد أن نقوله إن المصدر المؤول يصح أن يقع إيه هنا هو وقع هنا يا جماعة وقع مبتدأ أنت في الجملة التي بعدها ماذا سيقع المروءة أن تحترم نفسك المروءة من ينطق المروءة يا مشايخ احترامك نفسك احترامك خبر أو اسم احترام خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والكاف ضمير مبني على الفتح في محل رفع في محل جر مضاف إليه نفسك ها مفعول به للمصدر والكاف مضاف إليه نعم نفسك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ما هو المصدر هنا المصدر يا مشايخ اما ان يضاف الى فاعله وده هناخده ان شاء الله بعد كده يعني دي مرحله معلش دي مرحله تاليه في الايه؟ في النقل والفعل
لا 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 هنا المصدر مضاف الى فاعله، هنا الفاعل مجرور. اللي فات تحترم انت نفسك. نعم. طلبت احترام نفسك، بس احترام نفسك من قبل من؟ لو انت عاوز نفس المعنى اللي ورد في الجملة السابقة بالدقة وبالضبط تقول ايه؟ احترامك نفسك. ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الكاف دي لو وضعت في فعل بتبقى افعول به، ولو وضعت في اسم بتبقى ايه؟ فمضاف اليه. نعم. انت يا دكتور احترامك لنفسك برضو عادي؟ احترامك لنفسك عادي ان شاء الله باذن الله، فيهاش مشكلة. طلب التلميذ ان يجيب. هنا المسائل اللي كررناها في الأمثلة السابقة لا داعي لتكرارها، لكن هنا موقع أن يجيب إيه؟ مفعول به. طلب التلميذ أن يجيب الإجابة. نعم. رغبت في أن يسافر. رغبت إيه؟ رغبت في سفر. ينفع أقول رغبت أن يسافر من غير في؟ على تقدير بقى عن أو من. عن او من لا عن او في، ولذلك لا يصح هنا مع رغبة حذف الحرف، ممكن مع اي فعل اخر ليس من قبيل رغبة، يعني هو بيقول ايه نقلا وفي ان وان يضطردوا مع امن لبس كعجبت ان عجب ورغب اي، يعني مثلا ذهبت اليه وذهبت عنه، ما كده المعنى انعكس خلاص، رجعت اليه او رجعت عنه، فلما يكون المعنى بينعكس ما ينفعش تحذف الايه؟ تحذف حرف الجر. فهنا مع رغبه دي ما ينفعش ان انا اشيل فيه، لان ممكن هتقول رغبت عن، هتبقى عكس ايه؟ اراغب انت عن الهتي. لو قال اراغب انت في الهتي لانعكس الايه؟ المعنى. نعم. لو المعنى واضح، اصل فيه افعال بينعكس معناها بناء على حرف الجر، الافعال بتاع المضي كلها يعني من الى، شوف حضرتك الكلام بينعكس ازاي، ممكن يبقى انطلق من الشيء او انطلق الى الشيء، دي عكس دي خالص. انت فعل الواجب خير لك. نعم. الرجل خير لك دي خبر. طيب لو قلنا خير لك ان تفعل الواجب صح تبقى مبتدا. صح. خير لك تبقى مبتدا. هنا تساوي في المعرفة عادي، فاللي يتقدم هيبقى هو الخبر. اللي يتقدم هيبقى هو المبتدأ. اللي يتقدم من هنا سنعربه مبتدأ. ولو واحد بقى عاوز يقول مبتدأ مؤخر كده، ده بقى على فكرة برضو ده كلام لأهل العلم موجود للمحافي المسألة دي. بس هي نعربها مبتدأ، ما فيهاش مشكلة انها تعرب مبتدأ يعني. يا جوز. اللي هو لا. لا لا ده تبقى مسألة ثانية خالص يا سيدنا. خلاص ان شاء الله. نعم. من يقرأ يا مشايخ؟ أن حرف مصدري يؤول هو والفعل الذي بعده. يا مولانا بعد إذنك ما تسكنش. أن حرف مصدري يؤول هو والفعل. هو والفعل الذي بعده بمصدر. نعم. قد يكون المصدر المؤول. المؤول. من أن والفاعل. من أن والفاعل. من أن والفعل، هي مكتوبة والفاعل؟ من أن والفعل. نعم. فاعلا أو نائب فاعل أو نعم. أو خبرا أو مفعولا به أو مجرورا بحرف جر. نعم تمام. نعم. لا. نعم صحيح، هو أسقط فتحة من الفتحتين. خلاص عادي يا مولانا، عدها له بالله عليك. مواضعه كسري عمل المصدر عمل الفعل، هو بس ان هو يضاف للفاعل او يضاف للمفعول لكي يعمل بس. نعم. لو كان غير مضاف يبقى اللي بعده هو يجي اكتب مضاف له، ما هو كده كده لازم يضاف، بس لو كان مثلا من فعل لازم بيبقى اللي بعده مضاف اليه وخلاص، لكن لو متعدي بيبقى انت اضفته للفاعل هينصب المفعول، اضفته للمفعول هيرفع الايه؟ هيرفع الفاعل.
إن النيل حياة مصر. لا تقل إن العمل شاق. إلا هنلاحظ فيه إن النيل حياة مصر. إن النيل حياة مصر. الموضع الشاهد هنا يا جماعة إن همزة إن مكسورة كسرت ليه؟ لأنها جاءت في بداية الكلام. يبقى فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة. وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. يبقى إيه المثال الأول؟ نعم، لأنها جاءت في بداية الكلام. يبقى لما تجي إن في بداية الكلام تكسر إيه همزتها. يا جماعة لما يكون مش هتنفع مفرد، مش هينفع تحط مكانها مصدر، مش هينفع تحط مكانها كلمة واحدة، ما تكون هي جملة قائمة بذاتها. لما تكون هي جملة قائمة ما ينفعش إلا إن يقع هنا جملة، ما ينفعش مفرد يتحط هنا. معايا كده يا مشايخ؟ في الحالة دي هتبقى إيه مكسورة. لكن لما هتقع مفرد هي جاية جزء أصلا في جملة، هتبقى فاعلة، هتبقى مفعولة، هتبقى كذا، أي حاجة يبقى بتؤول بمصدر، يبقى تبقى إيه هتبقى منصوبة. ولذلك جملة القول لازم يأتي بعدها إيه؟ لازم تأتي بعدها إن مكسورة، إلا لو أنت بتقصد لفظة معينة، عاوز حد ينطق الكلمة دي، قل كذا، قل كلمة إيه؟ كلمة معينة. وبرضو حتى الكلمة اللي أنت عاوزها تنطق على لسان هذه أيضا ستكون في تأويل إيه؟ في تأويل جملة. عشان كده قال أو حكيت بالقول، اللي هو المثال الإيه؟ الثاني. لا تقل إن العمل شاق. إن العمل شاق دي جملة كاملة. هو أصل هو سعد ما يقول حاجة لازم يقول جملة مكتملة. لا لا يعني إيه، فلابد طالما وقعت بعد القول أو حكيت بالقول إن هي إيه؟ أنها تكون مكسورة الهمزة يعني. زرت الذي إني أمجده. هنا وقعت إن هي وقعت في جملة الصلة يعني. ما هي جملة الصلة يعني الصلة لا يصح أن تكون كلمة مفردة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتمل. لازم جملة صلة تقع بعد الايه؟ بعد الاسم الموصول. ما ينفعش تكون ايه؟ كلمة مفردة. عشان كده لابد ان تكسر همزة ان. هنا مقتصر على ثلاثة مواضع فقط، ونحن ان شاء الله سنقتصر عليها عشان ما نتوسعش في في الكتاب يعني. من يقرأ يا مشايخ؟ ومعمولها. خلي بال حضرتك ما قالش ويجب ذلك فيما ياتي، في نحو ما ياتي، في مثل هذه الايه، في مواضع ذكر اشهر وايسر الايه المواضع. اذا وقعت في اول الكلام، اذا وقعت بعد القول وما اشتق منه، اذا وقعت في اول جمله السؤال. نعم. قال قل قلنا القول او اي كلمه مشتقه من القول. يعني قائل كذا وكذا، قل قولنا كذا، وفي قولنا كذا وكذا، وفي قولنا إن كذا، فدائما تأتي إيه؟ تأتي الكلمة المكسورة. تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. لا لا، هي ومعمولها. هي ومعمولها، اللي هو الإيه؟ اللي هو المبتدأ، اسم إن وخبر إيه؟ معلش، مش ومعمولها. هتبقى ايه يا مشايخ دي؟ احنا هنا لابد ايه؟ ده هيبقى بند طبيعي. انك كده حضرتك بعد ما كان حركتين خليته ايه؟ جعلناه حركة ايه؟ حركة واحدة. نعم. معمولان لها. نعم. معمولها دي اللغة ايه؟ معمولان. اسمها وخبرها. اسمها وخبرها. تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. عاوزين نركز بقى يا مشايخ في الأمثلة. لا لا لا، هو الانبياء احنا اللي بنعمله ده مولانا كده خطا. احنا كده بن ايه؟ مش ملتزمين. ايه؟ مش فاهمين حاجه من الالفيه. لا ده احنا بنحاول نجيب بس في الالفيه. على فكره الحاجات هي يسيره جدا، اللي هي الواضحه اللي مش هتعمل لبس ان شاء الله عند الاخوه. يعني فعلا لما اقول وهمزه ان نفتح لسد مصدري ما سدها، وفي سوى ذاك اكسري. خلص، هو خلص الايه؟ خلص بالضبط. بيبقى حتى البيت اتفهم واتضح. ويجي يقول ايه بقى؟ فاكسر في الابتداء وفي بدء صله، وحيث ان ليمين مكمله،
أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، خلص لحضرتك كل الإيه؟ كل المواضيع. لا لا واضحة يا مجال. على فكرة الأبيات اللي بنذكرها لو محتاجة شرح بنشرحها، بس هي بتبقى أبيات فعلا مع المنهج بالقاعدة في المقام بتبقى واضحة جدا يعني. طيب يا مشايخ خليكم بقى معايا بالله عليكم، لأن هنا الأمثلة كثيرة ونريد أن نخرج منها بالقواعد هذا الدرس وخمسة أو ستة دروس لا يصح فيها الحفظ. تحفظها إزاي؟ حاجات هتشوفها كده وتحاول تستنبطها من خلال الإيه؟ القواعد. شرب الولد اللبن، سأل التلميذ المعلم. إحنا هنا بنتكلم على إيه يا جماعة؟ على سأل وشرب، مالكش بقى الولد والتلميذ، يعني احنا ممكن ناخد بس ايه الفعل فقط، لكن الباقي هذا من باب تتمة. عاوزين نضع الكلمة في مثال، لكن اللي احنا بيعيننا ايه؟ شاربة. شاربة مالها؟ فعل صحيح مفهوش اي حاجة خالص. سأل فعل صحيح لان مفهوش حرف من حروف العلة، بس فيه ايه؟ همزة. فعشان كده يتسمى فعل صحيح ماله، يبقى نوعه ايه؟ مهموز. لكن شاربة صحيح ايه؟ سالم، هنسميه سالم. سالم يعني فيهوش حاجة خالص. سأل صحيح ماشي بس ايه؟ مهموس. عد الراعي غنمه، صحيح برضو مفهوش حرف علة بس ايه؟ مضاعف. يبقى كده عندنا الفعل الصحيح ممكن يكون سالم، يبقى ماله يا جماعة مفهوش همز ولا ايه؟ ولا تضعيف. وممكن يكون ايه؟ لا مش ولا علة يا سيدنا. ما هو لو علة مش هيبقى في الصحيح اصلا، هيبقى معتل. احنا بنقول فيه هم واو او الف او ياء ده هيبقى معتل، مفهوش واو او ياء او الف هيبقى ايه؟ صحيح. بس الصحيح ده ممكن يكون خالي من الهمز وخالي من التضعيف زي خرج وزي شرب، ده هيبقى فعل ايه؟ صحيح سالم. وهيبقى فيه همزه زي سأل على فكره، او اثم او دراء، ايا كانت الهمزه فيها ده يبقى اسمه ايه؟ مهموز. والثالث هيبقى ايه؟ مضاعف اللي هي عدة. وثب النمر، وثب الشاهد اللي احنا محتاجينه هنا معتل ازاي؟ في حرف علة فين؟ في اوله. ده يسمى ايه؟ مثالا. يبقى اسمه مثال. نال، اين الشاهد هنا في هذا المثال؟ يعني لا الاول المشكلة عندنا فين؟ في نال. الالف اللي في ناله دي حرف عله ووقع في وسط. خلي بالك بقى لو اللي في الوسط ده واو او الف او ياء، المهم ان حرف الشاهد معنا ان في حرف عله في قلب الايه؟ الفعل. فعشان كده يسمى فعلا ايه؟ اجوف. ما نقولش اجوفا يا سيدنا، فعلا اجوف. نعم. ممنوع من الصرف. خشي الناس ربه، خشية أين الإشكال فيها أو أين الشاهد؟ حرف العلة في نهاية الإيه؟ اسمه إيه بقى ده؟ ناقص. نعم. لماذا سمي ناقصا ولماذا سمي أجوف؟ الأجوف لأن في جوفه. طب والناقص؟ أحيانا بتطير منه الإيه؟ الحرف ده بينقص يعني. أحيانا بيبقى علامة جزمه حذف حرف الإيه؟ حذف حرف العلة. طب هنا بقى عندنا وعدي فيها مشكلة بقى تانية. في البداية وفي النهاية. يبقى هذا يسمى ايه؟ لفيف. مفروق. ليه مفروق؟ لان في الاول وفي الايه بالضبط. مع حد كده مش واضح ليه الكلام ده يا جماعة؟ في وعى يا جماعة. الاحرف الصحيحة كل حروف اللي جاء ما عدا واو الف ياء. واو الف ياء خلاص. ممكن اعاد زي الاول الايه؟ هنعيدها تاني ماشي. طب نكملهم ونعيدهم تاني خلاص. عوا بقى دي غير ايه؟ غير وعى. وعى لفيف بس ماله؟ مفروق. وعى لا وعى مفروق، لكن عوا الذئب مقرون، يبقى لفيف مقرون. هي دي كل الايه؟ كل ال بالضبط. نعيد الأمثلة من البداية خالص. نعم. عوى ده لفيف.
فعل معتل لفيف، بس لفيف ماله؟ احنا عندنا يا شيخ محمد لما يكون الفعل في حرفين علة بيسمى انه بيسموه لفيف، لو الاثنين جوا مع بعض في نهاية الفعل بيسموه لفيف مقرون، لو حرف جاء في بداية الفعل وحرف جاء في نهاية الفعل بيسمى ايه؟ مفروقا. نجيب بقى الأمثلة وحضراتكم اللي تقولوا لي مع كل واحد ايه ده نوع ايه. شرب الولد اللبن، فعل صحيح سالم. سأل التلميذ عن الفعل صحيح مهموس. عد الراعي غنم، فعل صحيح مضاعف. وثب النمر، فعل معتل مثال. نال المظلوم حقه، دي سموها مثال بقى. لا ما اعرفش والله، عشان كده عدناها يعني، هي جايه كده مثال وخلاص. عشان كلهم مثلا بتور عليهم نفس الحركه. نعم. لا 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 ادري والله لماذا، اصل على فكره مش بنسبه 100% التسميات لها ايه، انت حضراتكم ايه عارفين بقى الاعلام ان الاسم ممكن يكون علما فقط ويكون علما وصفا. معظم المسميات في النحو اعلام واوصاف، لكن ممكن تجد ايه من بقى يا اخوه ايه اسماء الله جل وعلا بقى حضراتكم اساتذتنا في الايه في العقيده، اسماء الله جل وعلا اعلام واوصاف عكس اسماء الايه اسماء البشر هي اعلام فقط. لكن فعلا في النحو غالبا بيبقى علم وباسم على مسمى غالبا ماخوذ، لكن مش دائما. فهنا مثال ليس لها ايه تعليل في تسميتها يعني. مش صحيح يعني، مش صحيح في الاعراب. نعم يعني مش صحيح في الله اعلم. سيدنا بيقول لك له من اسمه نصيب، هو على فكره لكل انسان من اسمه حظ اما بالايجاب واما بالسلب، ودي قاعده على فكره ما جابتش جديد، انت حضرتك معايا، لان هو فريق في الجنه وفريق في السعير، انت حضرتك معايا. فهو لو اسمه حلو وهو حلو هيبقى اخذ حظا طيبا من ايه من نصيبي والعكس. وازيك يا مشايخ، سبحان الله والله لازم ننتبه للمعنى ده. ها يا مشايخ لازم ننتبه للمعنى ده، ان فريق في الجنه وفريق في السعير ان ملهاش ثالث يا مشايخ، ملهاش ثالث، مفيش حد في النص، هتجيبها منين؟ ولذلك يا اخوه عدم وجودك مع الحق هو وجود لا ارادي مع الباطل. ازاي؟ ما انت لما تسكت عن دعم الحق هذا دعم غير مباشر للباطل. هو كان ينفع حد يا مشايخ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله انا مش ضدك بس بصراحه انا مش معاك، الكلام ده كان ينفع؟ ما ينفعش. وزي كتير جدا بيقول كده دلوقتي ويترك اهل الحق ولا يدعمهم ولا يقف يعني يتخيل ان وجوده مع الحق ده شيء اختيار. لا، ده يجب يا جماعه ان احنا نبحث عن الحق، ويجب ان احنا نتبع الحق، ويجب ان احنا ندعم الايه؟ ندعم الحق. ونسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ايوه جزءا. طبعا ما كل شيء قدر الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاحنا طبعا يا اخوه نجتهد، وسبحان الله يعني انت تجتهد وتعمل لدين الله جل وعلا وكذا. الله جل وعلا شكور مهما كان عملك، حتى لو عملنا يا اخوه وكده كده الاعمال فيها نقص كثير جدا، ولكن يعني سبحان الله الله جل وعلا يبارك هذه الاعمال رغم ما فيها من نقص، بس احنا نستمر ونثبت ونطلب من الله جل وعلا العون والايه؟ العون والتوفيق. نال المظلوم حقه، قلنا ايه؟ هيبقى فعل معتل اجوف. خشي الناسك ربه، هيبقى فعل معتل ناقص. وعى المجد درسه ناقص. وعى خلي بال حضراتكم احنا لسه ما قراناش الايه؟ القواعد، حتى هي القواعد هيبقى اللي حضراتكم قلتوه ده بالضبط. خلاص كده؟ يبقى وعى يا شيخ محمد، وعى هنا ايه؟ لفيف ماله؟ مفروق. بالضبط. لا هي مش ياء هنا ولا حاجه، وعى مش ياء ولا حاجه، هي الف. لا عبرة بالكتابة. ما هو وعى لفيف ماله؟ مفروق. ما تسبقش على القواعد يا سيدنا عشان ما ترجعش تقول انا مش فاهم. معايا سيدنا؟ انت ان شاء الله حضرتك بتقول كده بنقول القواعد كلها من غير ما نروح لها. عوى الذئب هتبقى يا سيدنا؟ عوى. عوى لفيف مقرون، فعل معتل لفيف مقرون. الشيخ محمد الرجلان بقى اقرا لنا القواعد ان شاء الله. اقرا يا سيدنا. في سؤال ورا يا سيدنا عن الاخ بنادى عليه. اتفضل. كلمه وعى وعوى لو جت بصيغه الامر تبقى نفس الصيغه ولا لا؟ لا هيبقى وعى هتبقى اعو. اعو. ووعى هتبقى عي. بس. عين ليه يا جماعه؟ لان الفعل اللي هو بيبقى اوله واو
عندما تأتي منه بالمضارع بتحذف الواو، زي ايه؟ زي يثق ويزن، اصلها ايه؟ يوثق وايه؟ ويوزن. انتوا حضراتكم كده دخلوها في حته بقى ما حدش يقول انا مش فاهم، خلاص؟ يوثق ويوزن، ماشي كده؟ اي فعل اي فعل امر هو مضارع تحذف منه حرف المضارعه فقط. معايا كده ولا مش معايا؟ احيانا لما بتحذف حرف المضارعه من الثلاثي او من السداسي او من الخماسي بيبقى بعد حرف المضارعه ايه؟ حرف ساكن. لا، حرف ساكن معايا؟ بالضبط. فكلمه يا يعني يعني عودي اصلها ايه؟ لما تجيب المضارع بتاعها ايه؟ يعوي، هتشيل حرف المضارع هتبقى معاك ايه؟ عين ساكنه، فلازم تقول ايه؟ ومش هتقدر تجيب الواو لان ده مبني على ايه؟ مبني، لا مش على السكون، على حذف حرف الايه؟ على حذف حرف الايه؟ فتصير معاك. انا بس بقول لك ازاي كلمه عوى لما جبت منها امر بقت اعو، ايه اللي وصلها الاعو بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. طيب كلمه بقى ايه؟ وعى اللي هي فيها ثلاث حروف، لما هتجيبها من المضارع واولها واو كده هتبقى زي يزن ويثق، هتعمل ايه؟ هتحذف منها، هتبقى يعي. يعي لما تيجي تحط تشيل منها حرف المضارع ما بدأتش بسكون ولا حاجه، بدأت بايه؟ عشان كلمه ثق، ثق دي ما بنقول ما بنحطش، مع انها خلي بالك امر ثلاثي، بس ليه ما بدأتش بهمزه وصل؟ لان هي لما حذف بدايتها بقت يا ثيقوا، اما اجي اجيب منها الامر واحذف ال 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 الياء اللي هي في بدايتها دي او النون او حرف المضارعه ما بيقاش بعديه سكون. فكلمه يا ثق هتبقى يا ثق، حوش يا وقول ايه؟ ثق. يا عي هتبقى ايه؟ المفروض عي، بس هيحذف، يبقى حذفنا الايه؟ حرف العله اللي في البدايه حذف عشان انه ده بدايته واو، وحرف العله اللي في النهايه حذف عشان ايه؟ عشان الجزم، عشان البناء على ما يجزم به مضارعه. فلم يبقى معك الا الايه؟ الا العين فقط. تتكتب عين بس. لكن لو كان مسند الى ضمير ظاهر او مسند الى مفعول به عيه، يبقى هتبقى ايه؟ ما هتكتبش عين لوحدها يعني. لا، الف عين واو. ما هو ايه اللي حذف هنا؟ الياء. اعوي. نعم، ايوه لازم توضع، لا بد ان توضع بالضبط. من يقرا؟ اقرا يا شيخ محمد. يا مولانا بعد اذنك ما تسكنش ولا كلمه بالله عليك. الفعل الصحيح وما كان حق الظروف المصريه الاصليه. صحيح وهو انواع ثلاثه. يبقى ده الفعل الايه؟ الصحيح وهو انواع ثلاثه. طب يا شيخ هي ثلاثه ولا ثلاث؟ ينفع نقول وهو انواع ثلاث؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ليه؟ لان ليه العدد. نعم، لكن لو قلنا ثلاثه انواع لا غير. بالضبط بالضبط، زي ما قلنا هناك ايه؟ شاربه. نعم، زي ما قلنا هناك سأله. نعم، زي اللي يكون احد حروفه همزه، على فكره ممكن تكون همزه في بدايته في اوله في اخره كذا. نعم، ما كان حرفه الثاني، حرفاه الثاني والثالث. نعم، يبقى حرفاه. نعم نعم. الفعل المعتل هو ما كان بعد حروف الاصليه من حروف العله. نعم، وهو انواع خمسه. نعم، يبقى كده يجيب عندنا ايه؟ جاب في الصحيح ثلاثه، سواء هيكون سالم او مضاعف او ايه؟ او مهمود. هيجيب بقى في المعتل خمسه، لا يا اما يكون في حرف علة واحد لو في أوله، غير في وسطه، غير في آخره، هيبقى معانا مثال وأجوف وناقص. لكن لو في اتنين هيبقى يسمى لفيف، بس يا إما يكون لفيف مفروق يا إما لفيف مقرون، يبقى هم دول الخمسة. اتفضل يا شيخ. المثال ما كان أوله حرف علة. نعم. الألف ما كان وسطه حرف علة. نعم.
النقص ما كان يكون حرف علته. نعم. المفهوم ما كان أوله وآخره حرف علته. نعم. الذي في المفهوم ما كان أصله وآخره حرف علته. نعم. جزاكم الله. ودي تقسيم حرف حرف. هي يبقى حرفي عشان ان هما اتنين يعني. دي تقسيمات الفعل الصحيح والمعتل كلها ولا في تاني بس ده عشان انا مستوى لسه مبتدئ؟ لا هي دي كل تقسيمات الفعل الصحيح والمعتل دي كلها. حضرتك معايا؟ لو سمحت يا دكتور انواع ثلاثه دي جسر الامرين. جزاك الله خيرا يا شيخ. احنا عندنا لو قلنا ثلاثه انواع ثلاثه امور بيبقى يجب المخالفة بين العدد والمعدود لما بيأتي المعدود بعد العدد. خلاص كده؟ ولذلك ايه؟ يعني الله جل وعلا قال سخر عليهم سبعة وثمانية لان دي ليلة وده ايه؟ يوم. لابد من الايه؟ من المخالفة. خلاص كده؟ لو احنا قدمنا المعدود على العدد يجوز ان توافق ويجوز ان تخالف. يجوز ان توافق باعتبار ان ده عدد ومعدود والمخالفه لان اللغه بتخالف بين العدد والمعدود في ايه؟ في ثلاثه ايام وكذا. ويجوز انك انت توافق على اعتبار ان دي صفه موصوف ان بتبقى كلمه الثلاثه دي وصف للايه؟ للشيء المعدود. بالضبط. مش يجب بقى يجوز انك تطابق ويجوز الاساس اللي على اساسه حضرتك طبقت ان دي وصف واللي على اساسه حضرتك خالفت ان ده عدد ومعدود. ما اعتبرتش اللي تقدمه التاني. نعم. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. ياء المتكلم الملحقة بالاسماء هل في ضابط امتى يظهر عليها الفتح او لا يظهر؟ لا كل ده سماع يا شيخ. واجعل منادا صح ان يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبديه خمسه هم فيها. انت حضرتك معايا؟ يعني المثال اللي خلاني سالت كده بالكتاب بيقول ارجو ان املي موجود في القران يا شيخ. كل الحاجات دي موجوده في القران. أما الاسم أن منصوب بفتحة مقدرة لوجود الكسر المناسب. لا ما هو دي حاجة غير اللي بنتكلم فيها. هو ده اللي بسأل عليه باشا. يعني لا شاهدها احنا بنقول سبحان ربي الأعلى. أنا صح أقول سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي الأعلى؟ بص يا شيخ دي حضرتك كده يعني كنت تريد شيئا وسألت عن شيء آخر. أنت حضرتك معايا؟ أنت حضرتك كده بتتكلم هنا النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي غير اللي هو قالها في الكتاب. هو في الكتاب بيتكلم على ان الاسم بيبقى مجرور يعني يعني في حركه مناسبه ليه المتكلم عشان كده ما بيظهرش عليه الاعراب. انت حضرتك بتتكلم على حركه الياء. هو الان بيتكلم على حركه اخر حرف في الاسم زي كلمه كتابي. هذا كتابي كتاب خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال الباء او اشتغال المحل لحركه الاعراب بحركه المناسبه ليه المتكلم. هو ده اللي هو بيتكلم عنه هنا. لكن حضرتك بتتكلم على حركه الياء تبقى كتابي ولا كتابيه؟ وممكن على فكره لا كتابي بالكسر بس من غير الايه؟ من غير الياء. كتاب لو اقف عليها اقف عليها بالسكون او اوصلها بالكسر. وقلنا ايه؟ كل هذا موجود في الايه؟ في لغه العرب. ده بحسب يعني دي روايات كلها ايه؟ ده خلاف المشايخ خلاف ايه؟ خلاف تنوع. هذا خلاف تنوع ولكنه في ايه؟ في باب اللغه. نعم. اه بالضبط. هو خلاف تنوع. كل الحاجات دي وارده عن العرب. وقلنا ايه؟ الراجل قال ايه؟ شوف المالك والله يا اخوه إن هذا متن مبارك. مبارك فعلا الالفيه متن مبارك فعلا. واجعل منادا صح ان يوضف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبدي هكذا. كده انتهينا بفضل الله من هذه الايه؟ لا خلصنا الجزئيه اللي كانت الشيخ سعد عاملها لنا في الجزء. لسه ما خلصتش عليكم. الله يبارك فيك. هو لسه في اصعب من كده في النحو يا دكتور؟ والله يا شيخ انا احمل هم احمل هم الدروس الاتيه يعني الاربع خمس دروس اتيه هي ما فيهاش مشكله في حاجه ما هي موجوده بس معلش احنا كل المستويات مش واحد
والدروس عاوزة تأسيس. وأنا بتعجب يعني مثلا نأتي في همزة إن ونقتصر بعض الموضوع من حاجات يسيرة ونأتي في مثل هذا الدروس القادمة، فأنتم إيه معلش تحملوني إن شاء الله نحاول نستنبط قواعدها بسهولة كده من خلال الإيه من في اللغة ويجوز رب بالكسر وربية وربي. نعم دكتور، كنت عايز اقول ان احنا فعلا عايزين نمشي بالراحه شويه علشان احنا بلدنا ما درسش دراسه اكاديميه زي بس. نعم يا شيخ، يعني في العام ما درسش دراسه اكاديميه خالص تقريبا، يعني احنا في الازهر من ايام اعداد السنه وما خدناش دراسه اكاديميه زي دي خالص، الواحد يعني يدوب معلومات بسيطه لكن يبقى جامعه. ما هو احنا بقى يعني ماشيين كده عشان بفضل الله نعدي على الكتاب، يا اما نبقى نعمل بقى يا جماعه محاضره على زوم مثلا، انتوا حضراتكم معايا ننسق مع الاداره ونبقى نعمل ايه محاضرات على زوم باذن الله جل وعلا. ان شاء الله زي انا الدكتور محمود بيعمل في التفسير، بحيث ان احنا يعني ماشيين مع حضرتك. طب استاذن بس حضراتكم عشان نوصل، بس لحظه واحده يا باشا، دقيقه واحده يا باشا. ضمائر الرفع البارزة المتصلة بالأفعال، طبعا هو المفروض كنا نقول ضمائر الرفع البارزة المتصلة فقط، لأنها ضمائر الرفع لا تتصل أصلا إلا بإيه إلا بالأفعال، فهي المفروض يعني ضمائر الرفع البارزة في هذا إيه هذا يعني من الإيه من الكلمات التي يعني المفروض إيه في دقة النحو إن إيه نحذف كلمة الأفعال.